تمام. الحته دي بقى من احد المشاكل اللي بتواجهنا في موضوع ربط الشبكه. هل الانفرتر اللي هيطلع الحته دي من اكبر النقط اللي فيها ريسيرش، اللي هي ايه؟ انا زي ما قلت لك ميزه الانفرتر ان هو طلع لي 220 وشركه الكهرباء مداني مثلا 220 بالظبط، يبقى هما الاثنين كومباتبل. طب شركه الكهرباء مدانا 60 هرتز بالظبط، لو انت هروح طلع الانفرتر ده 61 مفيش ماتشنج. انت ما حضرتش بقى الحته الحلوه بتاعت السنكرونايزيشن بانل والكلام ده، كان نفسي تبقى موجود من الاول، ف مش عارف حاول مسجل. طيب الشباب اكيد مسجلين الصوت. طيب الحمد لله. فالحته اللي هي الجزئيه يا شباب بتاعت وانا هحاول برضه الفيديوهات دي بس عشان ايه بطلع شويه من الموضوع، هحاول اظبطها كده في المونتاج وارسلها لكم على طول. فالجزئيه المهمه يا باشمهندس، مشكلتك في ان انت عايز الانفرتر ده يبقى له القدره على ان هو يطلع سيجنال نفس الجهد، تمام؟ نفس قيمه الجهد اللي هو الامبليتيود، نفس الفيز ما يكونش واحده قبل الثانيه، ونفس الفريكونسي. يبقى لازم الانفرتر ده كل ما يكون بيور، كل ما يكون في الالكترونكس او الالكترونيك تقدر تطلع لك ال 60 بالظبط. افرض انت رحت اشتريت انفرتر مطلع 62 هرتز، دي مشكله. دي هتبدا هتسخن مش عارف الشبكه وتعمل هارمونكس على الشبكه وتعمل مشاكل في الكابلات وتعمل وتعمل وتعمل، هتلاقي الناس ايه بتعمل مشكله. طبعا الجزئيه دي في نوع من الانفرترز بيدي لك بوزيتيف ونيجاتيف 5 هرتز، مش 5% ولا مش عارف 5 هرتز، وكل ما يكون كل ما يكون الرقم هنا اصغر يبقى افضل. ما هي مش كل حاجه انت ايه تبقى الرقم كبير يبقى حلو، لا حسب الحاجه اللي انت بتشتغل عليها. لان انت كل ما تقرب من ال 60 بالظبط يبقى افضل. يعني ده في واحد تاني ممكن تلاقيه يدي لك بوزيتيف ونيجاتيف 2 هرتز او 3 هرتز، ده افضل من ده اللي هو 2 افضل من 5. تمام. بيقول لي الاي سي جريد فريكونسي، هو كان هيركب الانفرتر ده على جريد فريكونسي 50 وبيطلع 230. تمام. في حاجات هتروح تلاقيه كاتب لك 60 هرتز وبيطلع 220 وهكذا. الماكسيمم اوت بوت كارنت اقصى تيار في ناحيه الاسي، خلي بالك وانا المفروض اعمل اقصى تيار في ناحيه الدي سي اكبر كديزاينر لو انا بدخل بقى في الانفرتر ديزايننج، ولا الاي سي اكتر؟ بالنسبه لي لا، الدي سي لما الاي سي حاجه الدي سي صح يطلع ثلاثه، لان حاجه الدي سي كمان الباور الاكسبكتد بتبقى لو انت هتشوف في ريشيو. يعني انت لما اجي اقول لك الشاشه دي زي ما قلت لك دايما الطول قد العرض بنسبة 4 ل 3. يعني دايما دي طويلة ودي ازرق، ولذلك أي شاشة تلاقيها تمام اللي ماشي على الستاندرد ده هتلاقيها مستطيل. هو لما بيجي يقيس بيقيس قطرية من النقطة دي للنقطة دي، يقول لك الشاشة دي 14 بوصة 15 بوصة 20 بوصة وهكذا، مش قايس طول ولا عرض. قايس حاجة بيسموها اسبكت ريشيو. ففي السلايد اللي بعد دي على طول هتلاقي حاجة اسمها إيه؟ زي الاسبكت ريشيو اللي هي نسبة التحويل من دي سي إلى إي سي، بيقول لك 1.4 من 10 أو 1.5. تمام؟ النسبة دي فاريبل. بتبقى ديبند على ايه؟ على الشركات. خلاص يبقى المفروض الكرنت لو انت بتلاحظ حاله الدي سي بيبقى اكبر من الكرنت في حاله الاي سي. الباور فاكتور طبعا هو هناك ليه ما ذكرش اصلا باور فاكتور؟ اصلا دي سي لان الناس نازله تقول لي ده احنا مش عارف الاس والبي انا اصلا غلط، لان اصلا هناك مفيش اصلا باور فاكتور لان الاس بتساوي البي في حاله الدي سي، دي ما فيهاش، مش كانت كوزاين فاي وزادت والدنيا حلوت، لا هي اصلا ما فيهاش. تمام؟ اما هنا في حاله الاي سي هو الراجل حكام للامور، ودي من المزايا ان الناحيه بتاعت الاي سي يديني، عشان انا مش عايز نقصد اصلا تاني، يعني مش ناقص. باور فاكتور واحد. تمام. والادجستبل ديسبليسمنت باور فاكتور، يعني هو الراجل بيقول لك المفروض تبقى ايه الباور فاكتور بواحد، بس انا حاطط انها في انفرترز ما فيهاش دي اصلا. يقول لك في باور فاكتور جوه نتيجه التحويله من دي سي لاي سي. تمام. الباور فاكتور زي ما قلنا اللي هي الكوزاين فاكتور تعتبر نوع من انواع اللوزز، بس هي غالبا في معظم الانفرترز دلوقتي خلاص بقت مين؟ بقت واحد. يعني انت لو دخلت على معظم الانفرترز هتلاقيها ايه؟ واحد. بس وش دي بوينت ات؟ دي بيقول لك ادجستبل، يعني او بيسموها اوفر اكسايتد. انا اقدر يبقى في عندي باور فاكتور من 8 من 10 لحد 1. تمام. طيب بعد كده الفيد ان فيزز، الفيزز اللي هي ايه؟ التغذيه بتاعت الفيزات، ده طبعا سنجل فيز فهيبقى واحد لواحد، لو 3 فيز هتبقى 3 لواحد. تعالى نشوف ال 3 فيز.
واحد لواحد دي معلش شايف واحد لواحد اللي هي سنجل فيز دايما. ثلاثة لثلاثة دي اللي هو بيسموها الفيد ان اللي هي الدغزل ثلاث اطراف. والكونكشن فيزز اللي هي الاطراف اللي هتوصل عليها برضه غلط فبيسموها واحد على واحد تبقى سنجل فيز، ثلاثة على ثلاثة سري فيز. يلا كده من غير خلاص احنا خدنا التعب كله في السنجل ده اخوه بس سري. وسالنا عشان الباشمهندس ما كانش موجود لما بتيجي تتوصل بشبكه لازم تبقى 3 فيز. الانفرترات السنجل فيز بتستخدم في المباني السكنيه وفي المشاريع الصغيره 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو تمام سنجل فيز. وانت بتيجي على اللوحه بتروح على البريكر اللي هو السنجل فيز موصل شويه اناره مثلا. اما في الانفرتر اللي هو 3 فيز لازم تروح على المين سيركت بريكر اللي هو ايه 3 فيز عشان اعمل عمليه التحويل من الكهرباء اللي جايه من شركه الكهرباء والكهرباء اللي انا جايبها من محطه الطاقه الشمسيه بستخدم جهاز اسمه ATS اوتوماتيك ترانسفير سويتش. الحمد لله. يلا بقى مين يقول مين يشرح دي بسرعه ولا انا اختار باشمهندس؟ ايوه ماشي نفسها هي هي. بص على الباور بص على الباور تمام تسمى ساني تاير باور. ايوه ساني تاير او 3 باور ساين 3 باور 5000 دي اللي ده المودل بتاعه من الشركه. المهم ان هو 5000 فانا هحط عيني على 5000 دي هي الاول يعني الاخر البيتر ده 5 كيلو تمام حلو. الداخل بيك باور بيك 9000 حلو ماكس جنريتر باور الماكسيم فولتج ليه هنا كتب 1000 عشان ده يحكم اقصى عدد من الالواح توصل على هذا الانفرتر يبقى اقصى عدد او اقصى توصيل على التوازي ممكن اوصل بالفولتات لحد كام؟ لحد 1000 فولت. بعد كده الكلام كله عادي انا مش شايف فيه اي مشكله يعني. بص على الرسمه دي. دي اللي احنا بنسميها دي سي اي سي ريشيو اللي هو ما الناس بيسموها بتاع التلفزيون اسبكت ريشيو. لا احنا بنسموها دي سي اي سي اسبكت دي في التلفزيون طبعا تكتب في الطاقه الشمسيه اسبكت مش اسبكت هنا. انا قلت لك ده شبه هنا بنسميها دي سي اي سي. انا كاتب الكلام ده واحد واحد من عشره لحد واحد واربعه من عشره بس انا بقول لك الكلام ده مش اكزاكت فاريبل ديبند على الشركه بس هو الرينج المتوسط بيبقى نسبه تحويل الدي سي الى اي سي بنسبة واحد واحد من عشرة أو واحد وأربعة من عشرة. يعني إيه النسبة دي؟ إن دايما الدي سي بتبقى قيمته الفعلية الفعلية لأن أنت هتقول لي هناك كانت 9000 في حالة الدي سي بقيت 5000 والأولانية كانت 3000 بقيت 1500 صح؟ فهتقول لي النسبة كده 2 لواحد لا ده ال 3000 دي أقصى حاجة ممكن أوصل لها بس اللي ممكن أوصل له مثلا بالفعل 2500 2600 فالنسبة اللي هي استيميتد اللي حسبوها اللي هي كام؟ دي سي اي سي يوجوالي بتبقى ان الدي سي بيبقى عشان احصل على الدي سي باخد الاي سي واضربه في 1.4 من 10 او 1.2 من 10 او 1.3 من 10 او 1.1 من 10 حسب الشركه بقى. مينينج اوف 10% ل 4% مور دي سي باور يعني هو بيقول لك ان دايما الدي سي باور بتبقى اعلى من الاي سي باور بنسبه من 4 او من 10% لحد كام؟ 40%. طبعا الناس اللي بتدخل ديبلي في موضوع الانفرتر بتدخل بقى في النسبه دي بكام ونحددها ازاي ونقللها ازاي ونزودها ازاي بالترانزستورز والكلام ده.